نأخذ مثال من أمثلة تدور للناس اللي بيشوفوه مع الإنترنت، وأنا قاصد هذا المثال يوصل مشان يعرفوا الناس بعض الأشخاص هذول اللي قاعدين بيخدعوا بعض الناس بملايين البشر. لما موقف واحد على مسمع من الناس وبيعرف انه بده ينزل على الانترنت ويسمعوا الملايين ويقعد يقول لهم شوفوا الاحد، شوفوا بخاري، شوفوا مسلم، يشوف البخاري ومسلم ايش مالهم البخاري ومسلم، وبيبدأ يتكلم احاديث مشان الناس اللي بتسمعه شو تقول، هذا اثريته البخاري ومسلم فيهن خزعبلات. طيب ممتاز، ما ممكن عالم على فكرة بيحترم نفسه يسلك هذا السلوك. ليش؟ ليش؟ لانه اللي بده يناقش بيناقش علميا، مش بوزع على العوام عوام. بقول لهم انا بدي اعطيكم حديث في مسلم. طب ليش تعطيهم الحديث هذا اللي في مسلم؟ يعني مشان ايش؟ مشان تثبت لهم انه صحيح مسلم في في فيه اشياء غير صحيحه؟ ليش هم العلماء قالوا لك انه كل شيء في مسلم لما نقول انه صحيح يعني غير قابل للنقاش؟ طيب شو هو الحديث؟ وهذا سبق بجوز انا لفت انتباه له، بس جيد الان بدي اركز عليه لانه صار سائلني عنه اكثر من واحد. لاحظوا انه جو بدو ناس بدو اجلاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في مسلم، قالوا له متى الساعة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، نظر الى اصغر واحد فيهم، قال لهم يعني لما هذا يعني لا يبلغ الهرم، يعني ما بوصل انه يكون هرم، الان ما تجيب النص كمان شوي، ها تقوم عليكم تقوم الساعة. اي واحد بيسمع هذا الكلام، هينا احنا عايشين 1400 ما قامتش الساعة، والزلمة والولد الصغير هذا اللي بلغ الهرم مات من زمان. فالناس واحد من اثنين بيسمعوا بهذه الطريقة، شوف لما بيحكي لمين اللي بيسمعوه، واحد من اثنين بيسمعوه، يا اما بيقول لك شو هالدين هذا، اذا في الصحيح بيقول لك هاي ظهر انه الرسول صلى الله عليه وسلم مش رسول، وهي كان قايل لهم انه هذا اذا ببلغوا الهرم خلص قامت الساعة، او انه شوفوا شو موجود في صحيح مسلم. طيب نشوف هل هذا الحديث بهذه الطريقة موجود في صحيح مسلم او طيب ممتاز. اثنين، هذا الرجل اللي بيتكلم مع الناس بهذه الطريقة وبوزع في الملايين في فضائيات مرات او في انترنت، بيقدر يقول لهم اللي بدي اقوله الان مشان يبين انه هو يكذب؟ شو اللي بدي اقوله؟ اولا انت بتعرف ايش منهج مسلم في صحيحه؟ ايش منهج مسلم في صحيحه؟ مسلم اولا يأتي بالحديث الذي يراه اصح، ثم يجعل اذا في احاديث ثانية بنفس المعنى او تقارب في المعنى ويراها اضعف بحطها ايضا بنقلها مسلم. فمسلم اذا في حديث صحيح بدعمه احاديث تقاربه في المعنى، بيجعل الاصح اولا، وبعدين ايش ما يسمى بتابع او شاهد بيجعله، هذا منهج مسلم. طب يا مسلم هذا وهذا مش زي بعض، بقول لك ماني قدمت لك انا قدمت لك الاصح. هذا الزلمه شو عمل؟ اخذ الثاني هذا وترك الاول، يا اما بيجهل منهج مسلم، واذا كانك بتجهل منهج مسلم معناته كيف بتوزع انت على الناس قاعد؟ كيف بتوزع على الناس؟ انا الان مثال على الضلال اللي بيتم الان، كيف بتوزع على الناس؟ انت ما دامك بتجهل او بتعلم، اذا بتعلم معناته كذاب انت، معناته قصدك تدلس على الامه. لانه شو حقيقه المساله؟ انه اولا مسلم الحديث اللي هو بيعتبره اصح، انتبهوا دققوا معي، الحديث اللي بيعتبره اصح بيقول لهم مش تقوم الساعه، وانما بيقول لهم بمعنى الحديث الان اللي بدي اجيبه من البخاري، يعني اللي التقى فيه البخاري ومسلم.
مش اللي ذكره هو. شو هو الحديث؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيأتوه هذول البدو وبقولوا له متى تقوم الساعة، وهو أصلا مش كان لازم يسألوا هذا السؤال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نظر لأصغر واحد فيهم قال، لحظة إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام، أنه هشام الراوي، يعني موتهم. هذا الحديث شفتوا في فرق بين اثنين؟ هناك شو فهم الناس؟ انه مسلم هاي بيقول انه قامت الساعة مشان يثبت انه، واولا مسلم حاطط لك الحديث اللي قبله الاصح اللي بيعتبره مسلم هو الصحيح، وهذا مجرد انت بتيجي بتاخذ اللي قايل مسلم انه مش هو الاصح واللي بيعتبره مسلم الاصح. البخاري نفسه جابه، هو نفسه يذم في الصحابة، مش كلهم، يذم في بعض الصحابة وبقول لك قال في الكتاب الفلاني وقال في الكتاب الفلاني وفي، انتبهتوا شو المقصود؟ أيوة، كتب التاريخ ما بتخضعوها لعلم أصول الحديث. بعض الناس بنقولهم تعالوا نخضع التاريخ لعلم أصول الحديث، شو بقولوا؟ ما بيظلش عندنا تاريخ، الله يجعله ما ظل تاريخ. إذا بدكم تعيشوا على الباطل، تصوروا أحاديث بتكون خاضعة لعلم مصطلح الحديث بينكروها بسهولة، وبروح بيعتبر حقائق وهو يتحدث في التاريخ. الطبري بتوفى 310 هجري وبكتب في فتنة عثمان اللي قبله بقديش؟ 250 سنة من ما يكتب، ماشي؟ لحظة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي اتعرض للتنقية وعلماء جهابذة في علم أصول الحديث ببساطة بقول هذا الحديث ضعيف، هذا ما طيب. ولكن في التاريخ ايش؟ في التاريخ بيذكروا للناس وكأنها حقائق. لما بده يطعن في مين؟ في صحابة. انا قلت هذا الكلام مشان الناس ايش؟ اتميز انه كيف انا بدي اعرفه انه ضال؟ ايوه، انه في التاريخ باخذ باي شيء زي ما بده، وفي الحديث اللي هو خاضع لعلم اصول الحديث، وما قالوا العلماء هذا صحيح وهذا كذا الا انت بتلاقيه بسهوله.